بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيد محمد المنزلاوي ورحلة مع الظواهر الملائية والجولة الثالثة مع القمرية. نؤكد أن الظواهر الملائية هي المد بأنواعها الثلاثة: التنوين، الشدة، اللام القمرية وهي موضوعنا اليوم، واللام الشمسية. الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء، الفرق بين الياء والألف اللينة في آخر الكلمة. اللام القمرية هي لام ساكنة تكتب وتنطق ويتصل بها حرف متحرك. هذه هي علامتها، أنها لام ساكنة والحرف الساكن ينطق مع ما قبله، فيكون المقطع معا هو ال، تكون ساكنة ويتصل بها أيات بعدها حرف متحرك، يعني عليه ضمة أو فتحة أو تحته كسرة. علامتها أن يتحرك اللسان عند النطق بها ويلتصق اللسان بالسقف الحنك، يعني هذه اللام هي لام منطوقة. موضوعها تأتي في أول الكلمة، لأن المقطع ال لا يأتي إلا في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة، لأنها للتعريف وتكون في أول الكلمة. حقيقتها هي مزيدة على بنية الكلمة، يعني ليست من أصل حروف الكلمة، إذا حذفت يضيع معنى الكلمة، ولكنها مزيدة على بنية الكلمة، كما أنها تختص بالأسماء فهي علامة من علامات الأسماء. حروفها مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمة، وهي نصف عدد حروف اللغة العربية. فإذا كانت حروف اللغة العربية 28 حرفا، فإن القمرية تستحوذ على نصفها وهو 14 حرفا، والنصف الآخر لشقيقتها الشمسية. هذه الحروف نرى في هذه اللوحة: الألف والباء والحاء والجيم والخاء، العين والغين، الفاء والقاف، الكاف والميم والهاء والواو والياء. نطقها ننطق القمرية كمقطع صوتي مستقل، ويتم تقطيعها وحدها كما نضع عليها السكون. مثال ذلك كلمة البدر، نقوله في تقطيعها البدر، فال جاءت مقطعا صوتيا مستقلا قائما بذاته، واللام موضوع عليها السكون. نريد أن نقوم بتقطيع القمرية، لكن لابد من العبور على مرحلة وهي تقطيع الحرف الساكن. الحرف الساكن كما نعلم لا يأتي وحده، وإنما لابد وأن يسبق الحرف الساكن بصوت متحرك، وينطق الحرفان معا أو صوتان معا كصوت واحد مستقل، مثل بن، بس، صف، حق إلى آخره، من كلمات بنت، إنسان، بسمة إلى آخر هذه الكلمات، فالساكن ينطق مع ما قبله. نرجع إلى آل القمرية، نجد أن اللام يوضع عليها السكون، فهي وما قبلها أي الألف مقطع مستقل نطقا ال وتقطيعا ال. نأتي إلى أمثلة للتقطيع الصوتي لكلمات يأتي بعد اللام القمرية فيها حرف من الحروف التي تقع بعدها. الكلمة الأولى التي معنا هي كلمة المال، تقطيعها كالآتي: المال. نلاحظ أننا وضعنا السكون على اللام وجعلنا المقطع صوتيا مستقلا، نطقناها بمفردها ال، واللام نطقت والتصق اللسان بصف الحنك عند نطق اللام القمرية، وأتى بعدها حرف متحرك وهو الميم من الحروف التي تأتي بعد اللام القمرية. الكلمة الثانية هي الخير، تقطيعها الخير. الكلمة الثالثة البحار، وتقطيعها البحار. الكلمة التي بعدها العالم، تقطيعها العالم. التي بعدها البطل، تقطيعها البطل. الكلمة الثالثة الفرح، تقطيعها الفرح. الكلمة السابعة الهواء، وتقطيعها ال كمقطع مستقل هواء.
نأتي إلى أمثلة لدمج الأصوات والدمج والتقطيع متعاكسان. دمج الأصوات لكلمات بها القمرية ولكنها مقطعة، ونريد أن ندمج الأصوات لنكون كلمة واحدة. المقاطع الكلمة الأولى الغديرو نجمعها في كلمة الغدير وبهذه القمرية. الكلمة الثانية مقاطعها الحمد في كلمة الحمد. الكلمة الثالثة مقاطعها الجمال فننطقها مرة واحدة الجمل مظهرين اللام القمرية. الكلمة التي بعدها الكمال وننطقها الكمال. الكلمة الخامسة الوليد وتعطينا كلمة الوليد. الكلمة السادسة القلب وتعطينا كلمة القلب. الكلمة السابعة اليسر وتعطينا كلمة اليسر. انتبه عزيزي التلميذ، لا تجتمع ال القمرية مع التنوين في كلمة واحدة، والسبب حتى لا تجتمع للاسم علامتان للتعريف، فالالف واللام علامة من علامات الاسماء، والتنوين كذلك علامة من علامات الاسماء، ولا يجتمع ال مع التنوين في كلمة واحدة، يعني لا يكون اولها الف ولام واخرها تنوين، هذا لا يصح في اللغة العربية. والمطلوب ان نقوم بتدريب التلاميذ ونتدرب جميعا الحروف التي تأتي مع اللام القمرية وعليهم الاتيان بالكلمات وقطعها، ونبدأ بتطبيق نقول فيه بين نوع ال في الكلمات الآتية: الكلمة الأولى القلم، الكلمة الثانية الفجر، الثالثة العلم، البقرة، الكتاب، الملأ. وأطلب منك أن تذكر نوع ال في هذه الكلمات. تطبيق آخر، أدخل ال على الكلمات الآتية وبين نوع ال: علم، نوع هذه الكلمة بعد دخول ال ورقة أدخل عليها ال وبين نوعها، جزء أدخل عليها ال وبين نوع ال، بناء أدخل عليها ال في أولها وبين نوع ال. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا وجولتنا مع آل القمرية للتواصل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.